رجعنا لكم في حصة استثنائية مع ضيفتنا الممثلة والنجمة التونسية ريم الريح. ريم، حكينا في الجزء الأول على تجربة صعبة، قلت إنها علمتك، قلت إنها قويتك. غربلت ناس في التجربة هذه ولا لا؟ الغربال برشا، طاحوا ناس في الغربال؟ أيوة. الناس اللي طاحوا في الغربال على أي مقياس طاحوا؟ شو المقياس اللي الغربال ضرب طيحهم؟ فما عباد كي يخرجوا من حياتك ماذا بيك حتى ما تتفكرش شنو عملوا لك. وانا من نوع الناس اللي كي نفسخ نجم معاش نتفكر حتى الاسم. قوه هذه ماهيش قوه، ماهيش قوه حتى تعرف، خاطر ما كانش ما نجمش نداوي روحي. انت تعافيت تو؟ زلت برشا برشا. دموعك بمجرد انك خرجت من دارك وقتش هبطوا اول مره؟ ها، بعد برشا، بعد ما خرجت برشا. شو السبب اللي خلى دمعة تهبط؟ إحساسي بحب العباد اللي هو مش مشروط بالكل، ما كان فيه حتى شرط. وشو السبب اللي خلى دموعك ما تهبطش في عمق الأزمة؟ على خاطر أنا ما نجمش نكون حاجة، ما نجمش نعمل فيها حتى شيء، ما عندي عليها حتى قدرة حتى سلطة. باش نبكي شنو باش يبدل؟ باش نصيح شنو باش يبدل؟ باش نعارك شنو باش يبدل؟ انا كنت جيرترود، ما تحركت حتى تحريكه، ما عملت حتى رياكسيون، وقعدت هكاك. شنو باش يصير؟ هاني هنا اللي باش يصير تو باش راه، فماش علاش باش ننهار. شنو قريت في عينين الناس اللي بحثوك والا عينين القاضي اللي كان يسال فيك؟ لا، ما قريتش لا حاجه خايبه لا حاجه باهيه. فما حاجه نوتر، الناس الكل تتعامل مع قضيه. سي فري، كانت قضيه رائعه، الناس الكل تتكلم قدام المحكمه، المحكمه معبيه، برشا محامين، برشا كلام، برشا راديوات، برشا فيديوهات، برشا فيسبوك انستغرام، هذا الكل موجود. وكان يلزم يكون كل شيء منظم، لا يكون فيه تبجيل ولا يكون فيه استهتار. أنا اللي ريته وحسيته من الأطراف الكل كانت فما برشا حرفية في التعامل معي. أنصفتك العدالة؟ أنصفتني وي، أما كنت نجم تنصفني وأنا ما نتوقفش. الأربع أيام هذوك اللي تعدوا عليك في مخك قدش من نهار؟ ما رقدتش أنا، ما نرقدش. صحيح أنا في الدنيا ما نرقدش برشا، معناها ما يلزمنيش 7 سوايع نوم وستة سوايع نوم. نرقد شوية سايين نجم نفيق ونجم نعاود نخدم وما عندي حتى مشكل. أما وقتها تلمام يلزمني نعرف كل ديتاي قاعد يصير، ما نحبش ما نفهمش، عينيا محلوله وراكحه. إيه. بعد ما خرجت اول حاجه عملتها شنو هي؟ روحت لداري وقعدت مع ولادي. مسموح لي باش نسالك، في قلب الازمه اولادك شنو موقفهم؟ حبش نجبد على اولادي بالكل، اللي شافوه يزيهم. أمهم خرجت قدام عينيهم بالبوليسية. لك يزيهم. أمهم رجعت من بعد؟ أي. تحمل شهادة براءة. أي. أما خرجت من دارهم قدام عينيهم بالبوليسية. يزيهم ما صار فيهم وقتها. زوز الكبار بركة، ولدي صغير واحد ما يفهمش، اثنين معناها مش موجود في الدار. العائلة، الوالدة مساندة كبيرة ياسر، الحمد لله. الحمد لله اللي عائلتي كانت هكاكا، الحمد لله اللي خويا كان واقف عند راسي، الحمد لله اللي عائلتي الكل من غير استثناء كانوا معايا. قواوك؟ قواوني على الاخر. كنت محتاجة للدعم هذا؟ بالطبيعة، أي إنسان يكون محتاج لأي دعم. لما
يصيروا حاجات من نوع هذا، المرأة ولا راجلة يغيروا شكلهم. معناتها أنت ظهرت لي توا مبدل عليا قصيد شعرك. قصيد شعري قبل، قصيد شعري من بعد ما كملت الفيلم. ملي كملت الفيلم بدا قصيد شعري، معناتها قصيد شعري في جوان. وضعفت على خاطر لما قابلتك في زهرة كنت اي انا سمنت الزهرة. بون باش تسمن ساهل باش تضعف صعيب. اي هاني قعدت برشا من زهرة حتى لتو. المرة الأخرى قلت لهم كان زادوني جمعة أخرى في القرجاني راني زدت ضعفت بالكدا بالكدا وخرجت أموا أضعف برشا. لطف عليك أخرج. إي في هكا كان نفدلكوا باش واحد يخرج شوية من الموضوع. أما ضعفت خاطر يلزمني نضعف، خاطر مش سمني هذاك يلزمني نضعف، وقعدت نضعف عاديا معناها مش بإفور كبير وكل. عرفت أنك عملت شوتينج؟ اتصلت بالمصور؟ إي هذاك بعد مجهود كبير وقت اللي أنا ما نخرجش. كان لازمني نعمل حاجة أني نتنفس بها. خرجت 7 متاع الصباح ديريكت للستوديو، رجعت ديريكت للدار، ما راني حد، كان العباد اللي معايا في الستوديو معناها. صور للمصور سامي سنوسي نعطيوها، خلينا نشوفوا التصور. هذه الصورة خرجت؟ خرجت هذه أي خرجت هنا في الفيسبوك وانستغرام. بعد هاي في وسط الزوبعه، اي بعد الثوره مقوي الثوره نتاعي انا بالطبيعه، بعد 14 جافي نتاعك توك. هنا ضحك من القلب. عاونوني برشا، نشكر برشا ستيفي وياسين وسامي، ياسين الكافي وسامي سنوسي اللي خليوني في المود هذاك. المشكله كانت اني فمي يضحك وعيني حزين، دونك خدمه كبيره ياسر كانت على اني نجم نخرج تصويره نضحك فيها بالحق. وفي التصويره شفنا تاتواج في صبعك هذا، اش مكتوب في الصباع؟ اش كتبت هنا؟ خبيك شوت الصمت؟ لا حبيت نقول انا خرجت نهار الخميس، عملت نهار الجمعه، حتى كنت مقتنعه بيه على الاخر. اللي كي ما تعرفش حاجة أسكت خير ما تضر الناس، أسكت خير ما تضر الناس، أسكت خير ما تكذب، أسكت خير ما تزيد، أسكت خير ما اللي في قلبي أنا يخرج عليك. إنه إنك مرأة ولا راجل، حاولوا ما تذلوش العباد الطايحين، خاطر انا اسهل ما فما وقتها نخرج ونقول لا سي با فغي ولا لا لا ونتكلم ونعملهم الكل. سكت على برشا حاجات، سكت على ولادي، سكت على السيتوياسيون تاعي، سكت على خاطر نحب نكمل نطلق، سكت على كل شيء. سكت على خاطر مانيش في الجواب، مانيش في اللي اني ندافع على روحي نورمالمون، ما دامني لبرا ما دام ندافع على روحي بطبيعتي. كنت ساكته بوجيعه، بركان يغلي من داخل ماذا بيا ينفجر، ومسكرت وكوكوت كنت من داخل. اي كوكوت، اما مش ما نحبش ننفجر اني نتكلم باش نضر عبد ولا باش نقول حاجه في عبد. نحب نتكلم باش نقول اش صار. اما كنت ممنوعه من اني نتكلم. ممنوعه بطبيعه من البسيكولوج نتاعي، من الكوتش نتاعي، من ليزافوكا نتاعي. ما يلزمنيش نتكلم خاطر فماش علاش. عملت توا يلزمني. عملت حاجات في وجهك بوتوكس وواحد؟ ما عملت شيء. ما عملت شيء؟ ما عملت شيء. دائما كالعاده مشرقه. تكميشاتي ودنيتي كلهم مازالوا موجودين. شوف فما حاجات بالنسبه لي انا من وراء العقل. اللي هما بعد اللي صار الكل كلمتك في التليفون. ريمش نحو لك لاباس. وي هاني باش نمشي عندي عرض. عرض شنو ريم؟ عندي عرض نوبه. نهار 11 خرجت، نهار 19 ريم الرياحي على مسرح عرض النوبة. سامحني كيفاش تقبل وانت من المفروض من داخل هشة باش تمشي تقابل جمهور ما تعرفش على ردة فعله، باش تقابل زملائك تجي العين في العين. سيدي زملائك ما يسالش، اما جمهور ماذا حصل في ذهنك ريم؟ انا ممثلة وانا عندي كونترا، حتى كان مش مكتوب معناها عقد معنوي اللي انا في عرض النوبه موجوده، واللي لاكس نتاع الكباري ولا دوزيام بارتي نتاع العرض فيها انا.
دونك ما نجمش نجبد بالعباد الكل، ما نجمش نخيب العرض على خاطر انا صارت لي مشكله. مشيت بوجيعه كبيره ياسر، مشيت بحب كبير ياسر من الكاست الكل، سواء ممثلين ولا الفنانين المغنيين. مشيت وما حبيت حتى حد يمشي معايا، حبيت نمشي وحدي. بنتي خليتها تبكي في الدار تحب تمشي معايا، ما خليتهاش خاطر خفت برشا، خفت لندخل على المسرح في سوسه والجمهور يزفر عليا مثلا، خفت لا من عرش نجيري روحي ولا نجيري بنتي اللي تكون في الجمهور. ما خليت حتى حد يمشي معايا، اصحابي حتى حد. ريم، انت حطيت سيناريو انك تنجم تطلع والجمهور يزفر عليك؟ لا، هذيك كانت 80% في الحاصل بالنسبه لي انا. اي زفر عليك، شنو كنت باش تعمل وقتها؟ انا شنو باش نعمل؟ ما نعرفش. اما بعد فهمت من عبد الحميد اللي كان فما مود اوردر للناس الكل، لو كان زفروا عليا ولا كان قال لي حد حاجه، الكاست الكل كان يخرج لبرا ويخف قدامي. عبد الحميد هو قال لك عندنا العرض في سوسه؟ اي انا في بالي به العرض في سوسه، وهو تصورني باش نقول له لا. قلت له لا نمشي معك. تفاجئ عبد الحميد بوشناق؟ بتدري يعرفني عبد الحميد، مش تفاجئ، فرح اللي انا ما دكدكتش كما تصوروا الناس الكل. ما زلت كانت عندي شويه طاقه اني نحط الماسك ونكمل. اما حتى الديسكور اللي عملته مواتية، بدلت فيه، وعبد الحميد ما في بالوش وفرح بيها على الاخر. في الاخر شو قلت؟ نحكي انا وسيلة، قلت لها الغيرة تذهب الشيرة يا وسيلة، دخلتني للحبس كذب وانتي تعرف، اما مين البكوش في صدره؟ ونجوى تقعد ديما واقفه وراسها عالي. تعرف ريم، انت بمجرد انك خرجت تمثل ماده اعلاميه دسمه لاي صحفي، كنت تنجم وانت خارجه من سوسة في الكواليس طالع على التابيروش في كرتاج، يحط لك صحفي ميكرو كاميرا وتورش بتاع ضو ويقول لك احكي لي شنو اللي صار. كنت محضرة روحك لنوع من هذه الأسئلة ولا ليه؟ كنت حامية روحي، ما نحبش نحضر روحي على خاطر ما كنتش باش نجاوب على حد شيء. حميت روحي بالاتاشي دو بريس نتاعنا، حميت روحي بأني ما كنتش موجودة في كل بقعة، أني عملت دخلة ديريكت للسالة، حاولت ناخد تصاور عادية، حاولت كي يسألوني على حاجة نقول لهم أنا في جي سي سي وهذه معناها أيام كارتاج سينما، أيام مش حاجة أخرى، ما فماش عليك تسالني على موضوع اخر. كنت تهرب من الاجابه؟ بالطبيعه ما كنتش نجم نجاوب حتى حد، وما كنتش يلزمني نجاوب حتى حد على خاطر انا موجوده للفيلم مش لحاجه اخرى. واضح. جيتي في رمضان وعملت لك بورتري شينوا، باش نعاود نسالك نفس الاسئله ونشوف تبدلوا حاجات ولا لا في الاجوبه. مي تتذكر انت شنو قلت ولا لا؟ بالوقت وبالمشاكل وبالتطورات. دونك فاهم المبدا؟ اي نجيك تجيب حذايا. اي بعد ما نسمع اجابتك باش نعطي الاجابه اللي باش تجي واللي كنت قلتها قبل. تجي لهنا كما العاده. هلا ريم الرياحي، لو كنت كتاب. هذولي مازال ما تكتبش. لا. قواعد العشق الاربعون قلت لي وقتها. لو كنت حيوان. قطوسة باش نجم نخبش على روحي. كنت لبة راك. سالش قطوسة خير. لو كنت نبتة. بك باش يبعدوا عليا الناس الكل وما يقربني حد. ياسمينة كنت. سالش ما عادش نحب. لو كنت يوم من أيام الأسبوع.
مش كل يوم. اخترت الخميس. أنا مش... طبعا عشان نحب كل يوم. لكن يوم الخميس هو يوم خروجك. يوم خروجي ويوم ولادتي وأحسن نهار نحبه في الدنيا. أما توا أنا مش كل يوم. لو كنت أكسسوار؟ أي حاجة ما تتسكرش. البروش يتسكر ولا ليه؟ لأنك ايه. قلت لي بروش. ايه يتسكر البروش، شاركة تتسكر. فما جو بونس كو الحاجة الوحيدة اللي هي البلالت اللي ما يتسكروش يقعدوا محلولين يدللوا كها. لو كنت مدينة؟ قرقنة. قرقنة؟ تستحفظ عليها؟ ايه. لو كنت مادة دراسية تتقرأ في المدارس؟ فلسفة. كنت تربية موسيقية؟ يا حسرة. لو كنت إحساس؟ صدق. صدق هي نفس الكلمة اللي قلتها لي في رمضان. لو كنت اختراع ضروري في الحياة؟ انترنت. انترنت رغم الانترنت ضرتك شوية. اي اما ضرورية. لو كنت ورقة نقدية؟ ورقة ب 500 يورو. كنت 10,000. القيمة زادت وليت عملة صعبة. لو كنت حدث تاريخي؟ ثورة متاعي. ثورة وقتها قلت لي ثورة. هذه ثورتي أنا ملي نحكي عليها تو. لو كنت ورقة متاع شكبة؟ اللص يهز الكل. كنت سبعة حية. حب اللص. لو كنت مقولة مأثورة؟ اتقي شر من أحسنت إليه. لو كنت غناية؟ نويل زغبي الغناية الأخرانية حفلة. فوالا. وقتها قلت لي في يوم وليلة. ايه. عشنا حلاوة الحب. يا حسرة. كله في يوم وليلة. وي. ريم الرياحي عندك فيلم؟ والفيلم قريبا في القاعات؟ إن شاء الله. وحلة؟ ايه. واللي صار وحلة؟ وحلة كبيرة. ايه. وحلة كبيرة. عندك شي أعمال درامية؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. وين باش نلقاوك؟ إن شاء الله في الحوار التونسي سنة مع سوسن الجمني. سي بون؟ إي. باش تكون موجودة دونك في رمضان؟ إن شاء الله. باش تزيد لنا الشاشة نتاعنا؟ إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. ريم نحب نشكرك برشا على الثقة، على الصدق، على الصراحة. نحب نقول لك معناتها اللي احنا نكبروا فيك برشا برشا برشا، القوه نتاعك واحساسك المرهف على الاخر. نعرف انك ماكش مستمتعه جدا بهذا الحوار، نعرف انك ماكش مستمتعه. نحب نشكرك ونحب نقول لك يعطيك الصحه على الثقه، لانه مش سهل باش تتكلم تحكي في حاجات انا نعرفهم انهم يقلقوا، وعمرك في حياتك ما كنت تتصور انك في يوم من الايام باش تجلس على كرسي ضيف باش تحكي في مواضيع كيما هكا. هذا كان خيال علمي بالنسبه لي انا. وخيال علمي بالنسبه لي انا اللي نحكي على حياتي الشخصيه في ما نعرفش قداش باش تاخذ وقت الحصه هذيا. ونحب نعتذر من الناس الكل اللي سهرت سبت حاجه بالنسبه لي انا مقدسه. الناس تسهر تفرهد غناء تفدليكا حاجه حلوه برشا نكد. سامحوني كان طولت. اسحبها كلمة برشا نكد. اسحبها ريم على خاطر خلينا نقول برشا إحساس. برشا إحساس اليوم. إحساس يتكلم. إحساس يتكلم راه. حبيت نكون أخف من هكا برشا، وحبيت نجي كان في ظروف نحكي كان على خدمتي ونحكي كان على الحاجات الباهية، وكان فما نجاح ولا كان فما مشروع ولا حاجة. لقيت روحي اليوم مجبرة أني نحكي على خدمتي، أما مجبرة نحكي على حياتي الشخصية. وماذا بيا هذه آخر مرة نحكي فيها على الحكاية هذية إلى معناها أقصى حد. ماذا بيا احترموا خصوصيات العباد، حاولوا ما تتكلموا كان كي تبدو متأكدين، حاولوا ما تجرحوش العباد. فما عائلات وفما ناس المشكلة متاعي أنا ضرت فيها على الأقل أربع عائلات، على القليلة أربع عائلات. دونك ما يحس الجمرة كان اللي يحفص عليها وليميديا والعباد اللي تكلمت الكل. الناس الكل قالت فلان اسمه ميم ب ميم تا ميم را ميم خا، وانا ريم الريحي. دونك
نتصور روحي أنا أكثر واحدة تمسيت وأكثر واحدة ضريت، أما إن شاء الله يا ربي نقف على سقايا وننسى الحكاية هذية، وأنا نحب ننساها ومسامحة دنيا وآخرة. فوالا. أعطينا الضحكة هذا. هاي الضحكة. فما برشا ناس حتى من خارج الوسط الفني مشاو نهار المحكمة معناتها وزغرتوا وقت اللي سمعوا بالخبر وفرحوا، فما ناس تبعوك يزمروا بالكهرباء. هذوما ناس ما نجمش ننساهم في حياتي، هذوما ناس ما نجمش ما نشكرهمش، ما نجمش ما نحبش ديما نعنقهم، ما نحبش ديما نقول لهم راهم ما فماش منكم برشا. المشكلة اللي نخاف لا ننسى الأسماء. نعيمة الجني أنا خارجة وهي تقول بنتي خرجت، عادت نهار كامل من الصباح لليل في الشموسات، ريم البنا، إناس بن عثمان، أصحابي من الأوساط الكل، من التقنيين والفنيين والبرودكشن والناس الكل جات ساندتني. ما نحبش نتمي بالحق على خاطر ما نحب ننسى حتى حد، نقول له ميرسي بوكو. لو سوتيان اللي لقيته انا ان شاء الله حتى حد ما يصير ما يجي في حاله كيفي انا، وان شاء الله الناس الكل تلقى مسانده كي تحس اللي عبد تظلم واللي عبد موجوع. شكرا ريم. عايش. يعطيك الصحه. عايش. نخلي لك كلمه الختام. وميرسي ميرسي على هذه الإطلالة الجميلة زدكي. يعيشك يعيشك. نحب نشكر برشا كما قلت العبيد اللي وقفت معايا، العبيد اللي سندتني حتى الفترة اللي فاتت، أيامات الجي سي سي، أيامات اللي أنا يلزمني نخرج. نحب نقول وبوسة كبيرة برشا 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 لستيفي، نقول له ميرسي بور لو سوتيان، ميرسي بور لو اللي عملته معايا الكل، الوقفه الدزين حكمت فيا برشا باش اني نجم نخرج. ميرسي على الافكار وكل شيء. ميرسي ريم الغربي على التنو الحلوه. ميرسي بوكو ديامال كريم جريا بور سي ديامون اللي في جي سي سي وفي المناسبات اللي تعديت بهم الكل. ميرسي بينكو، ميرسي ميرسي الناس الكل، ميرسي الجمهور، ميرسي ميرسي أ توا هادي. فوالا. نعرفك نعرفك تحب الورد. مبروك المسلسل. إن شاء الله يا ربي. وإن شاء الله يا ربي تمتعنا في رمضان كما كل رمضان. إن شاء الله. نشكرك برشا. يعيشك. ونعملوا تصويرة مع الورد. وي بيان سيغ. تحية كبيرة لين رياحك. كهربا تمشي كهربا تجي، والمرة هذه جيناكم سيارة الأحلام جولف ويت لايف، سومها 129 مليون و 980 دينار، فيها أحدث ما فما من وسائل الراحة والرفاهية. شدوا عندكم بوات أوتوماتيك موتوريزاسيون 150 شوفو، بروجيكتورات تيلانين واللي من قدام ليد جون 17 بوس، ديجيتال كوكبيت، كليماترونيك، فولون ملتي فونكسيون بالكوير بالباليت، كاميرا دو ركول وروتروفيزور غابتاب، فيترا ريير سور تانتي. ومع هذا الكل كهربتنا جولف ويت لايف ياسر شبابه، فيها توا اوفغون بانوراميك. سيارة الاحلام تنجم تولي حقيقه بين يديك. كيفاش؟ سهل برشا، بعمليه بسيطه، تبعثوا اس ام اس تكتبوا فيه حرف ا وتبعثوه على الرقم 85 811. نعاود لكم حرف ا على الرقم 85 811. حص سعيد للجميع.